ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، وأيضا معنا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أبدأ من لبنان، أهلا بك أحمد. بداية، كيف هي الأوضاع على الحدود الجنوبية اللبنانية الآن لديك؟ تحياتي لك في البداية. هناك توتر متزايد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في هذه الأثناء، وذلك في أعقاب سماع دوي انفجار في مصدر قرية البستان في الجنوب اللبناني. تبين فيما بعد أنها قذيفة أطلقت من الجانب الإسرائيلي وكانت تستهدف عدد من الشبان في هذه المنطقة. الأنباء حتى الآن عن سقوط الأصابات، ولكن الأنباء متضاربة حول عددهم. ربما العدد الأقرب إلى الحقيقة هو إصابة 4 ممن كانوا متواجدين في هذه المنطقة. لا توجد رواية رسمية حتى الآن للجانب اللبناني عما حدث في هذه المنطقة، ولكن هو جزء من التوتر المستمر على مدار الأيام الأخيرة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. أيضا فور سماع دوي الانفجار هرعت قوات الجيش اللبناني وأيضا دوريات اليونيفيل لفرض طوق أمني حول هذه المنطقة وإجراء عمليات تمشيط على طول الخط الأزرق الفاصل، وهو خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل، للتأكد من عدم وجود أي أنواع من القذائف الصاروخية التي من الممكن أن تطلق باتجاه إسرائيل خلال الفترة المقبلة، وفكرة احتواء الموقف ووقوفه عند هذا الحد. أذهب إلى دانا. دانا، يعني ماذا لديك من تفاصيل بشأن ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي من إحباط أو محاولة لإحباط محاولة للمساس بالسياج الحدودي مع لبنان؟ نعم، يعني بعد التحقيق. دانا، هل تسمعيني؟ أعود مرة أخرى إليك أحمد سنجاب. ماذا عن مزيد من التفاصيل حول تحركات الجيش اللبناني بعد سماع دوي إطلاق النار على الحدود الجنوبية؟ هذه المنطقة تشهد نوعا من التوتر الكبير على مدار الأيام الماضية، ولذلك هناك انتشار مكثف للجيش اللبناني على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل بالتعاون مع دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل على مدار هذه الأيام. ولكن بمجرد سماع دوي الانفجار كان هناك تحرك فوري من قوات الجيش اللبناني وأيضا من دوريات اليونيفيل إلى هذا المكان للتأكد من السيناريو الذي حدث أو ماذا حدث في هذه المنطقة. كان هناك سيناريوهات عديدة، هل هو انفجار لغم أرضي في هذه المنطقة أم سقوط مسيرة كما كانت إحدى الروايات تقول منذ قليل، كما أيضا أن هناك رواية ثالثة أن هذا دوي الانفجار هو صوت قذيفة أطلقت من الجانب الإسرائيلي باتجاه الجانب اللبناني. ولكن بمرور الوقت ربما كان الاختيار الثالث هو الأقرب إلى الحقيقة، حيث تبين أن هذا الانفجار ناجم عن إطلاق قذائف من الجانب اللبناني، قذيفة على الأقل باتجاه الأراضي أو منطقة البستان في الجنوب اللبناني. استهدفت وفقا للروايات التي يتم تداولها حتى الآن، لأنه لا توجد كما ذكرت رواية رسمية لا من الجيش اللبناني ولا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ولا أيضا من القوى الشعبية التي تسيطر على هذه المنطقة. فبالتالي الرواية هنا كان هناك حوالي عن 3 أو 4 شبان يحاولون الاقتراب من السياج الذي بنته القوات الإسرائيلية على الحدود في هذه المنطقة، فردت القوات الإسرائيلية بقذيفة لتفريقهم. هذه القذيفة، هل صدرت أي بيانات أو تعليقات رسمية بهذا الشأن سواء من الجيش؟ حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية لا من الجيش اللبناني ولا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المسؤولة عن فرض وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولا أيضا من الحكومة اللبنانية ولا أي جهة رسمية في الدولة أو غير رسمية حتى في الدولة اللبنانية. حتى الآن الجميع ينتظر التحقق مما حدث بالفعل للحديث عنه، وخصوصا أن هذا الأمر يأتي في ظل الحديث عن فكرة التمديد لقوة الأمم المتحدة لعام إضافي. أيضا هناك تقرير يعد عن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والمتعلق بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ربما على مدار الخمس السنوات الأخيرة هذا العام ربما شهد أو يعد الأكثر انتهاكا
لقرار وقف إطلاق النار بين الجانبين. هناك يوم 20 يوليو الجاري جلسة مخصصة في مجلس في الأمم المتحدة لعرض تقرير الأمين العام حول تنفيذ هذا القرار. ما حدث اليوم ربما فصل جديد من فصول الانتهاكات المتكررة على مدار الأيام الماضية من الجانبين، سواء من الجانب اللبناني أو من الجانب الإسرائيلي. وسيكون بحث في هذا التقرير، ربما يضاف إلى هذا التقرير، ربما تزامن أيضا مع جولة قامت بها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم على القيادات السياسية في لبنان لبحث فكرة التهدئة على الحدود وتخفيف التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أيضا بالأمس فقط كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان تقدم بطلب رسمي لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. كل هذه الأمور تأتي في إطار التوترات، ولكن ما حدث اليوم خارج هذا السياق الذي يسير في إطار التهدئة وفي إطار الحلول الدبلوماسية التي تحدث أيضا عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لاحتواء هذا التوتر. لبنان يطالب بشكل أساسي بوقف ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية الواقعة على الحدود، ويطالب أيضا بوقف الخروقات الإسرائيلية والتي رصدها ب 18 خرقا على مدار الأيام الماضية في مقابل التهدئة الشاملة وتنفيذ بعض المطالب التي حملتها قوة اليونيفيل إلى الحكومة اللبنانية على لسان الجانب الإسرائيلي. كل هذه الأمور ربما هي محاولات لتخفيف التوتر على الحدود، ولكن حادث اليوم ربما يزيد هذا التوتر وربما يفرض أيضا سيناريوهات خلال الساعات المقبلة. بالطبع سنتابع معك أحمد سنجاب، كنت معنا من بيروت.